لكل أصدقائي ومتابعيني في دولة قطر من يفكر منهم بأنه يبني بيت، جايب لكم خبر وفرصة ذهبية. من تاريخ 15/5 إلى تاريخ 18/5 في عندنا هون في قطر معرض اسمه ابني بيتك. حيكون هذا المعرض موجود في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في المدينة التعليمية في QNCC. ركزوا عني، هاي هي النسخة الرابعة لمعرض ابني بيتك. والمعرض متخصص بإيش؟ متخصص بتصميم البيوت وبناء البيوت وتجديدها. حيكون في هذه السنة في 250 عارض من رواد الشركات في قطاع البناء والمقاولات والأثاث والتصميم، وحيكون في عروض حصرية فقط موجودة داخل هذا المعرض. المعرض مقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والخارجية، ومن سيفتتح ويقص رطب افتتاح هو وزير التجارة والصناعة. المعرض رح يكون فيه متحدثين يوميا من رواد القطاع، وبصراحة بنصحكم لكل شخص بفكر انه يبني بيته مهم جدا تسمع للناس المتخصصين، ورح يكون فيه يوميا ندوات وورش عمل من الساعة 11 الصبح للساعة 8 مساء. ركز، الدعوة عامة للجميع. تعال احكي لك حاجة، طب سجل من الرابط هذا عشان تختصر على حالك التسجيل لما تيجي على المكان. خلاص تدخل مباشره، جاهز، انت جاهز، سجلني الرابط من 15 الى 18، انا حكون موجود هناك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. لكل أصدقائي ومتابعيني في دولة قطر من يفكر منهم بأنه يبني بيت، جايب لكم خبر وفرصة ذهبية. من تاريخ 15/5 إلى تاريخ 18/5 في عندنا هون في قطر معرض اسمه ابني بيتك. حيكون هذا المعرض موجود في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في المدينة التعليمية في QNCC. ركزوا عني، هاي هي النسخة الرابعة لمعرض ابني بيتك. والمعرض متخصص بإيش؟ متخصص بتصميم البيوت وبناء البيوت وتجديدها. حيكون في هذه السنة في 250 عارض من رواد الشركات في قطاع البناء والمقاولات والأثاث والتصميم، وحيكون في عروض حصرية فقط موجودة داخل هذا المعرض. المعرض مقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والخارجية، ومن سيفتتح ويقص رطب افتتاح هو وزير التجارة والصناعة. المعرض رح يكون فيه متحدثين يوميا من رواد القطاع، وبصراحة بنصحكم لكل شخص بفكر انه يبني بيته مهم جدا تسمع للناس المتخصصين، ورح يكون في يوميا ندوات وورش عمل من الساعة 11 الصبح للساعة 8 مساء. ركز، الدعوة عامة للجميع. تعال احكي لك حاجة، طب سجل من الرابط هذا عشان تختصر على حالك التسجيل لما تيجي على المكان. خلاص تدخل مباشرة، جاهز، انت جاهز، سجل من الرابط من 15 الى 18، انا حكون موجود هناك ان شاء الله. الرابط هذا عشان تختصر على حالك التسجيل لما تيجي على المكان. خلاص تدخل مباشرة، جاهز، انت جاهز، سجل من الرابط من 15 الى 18، انا حكون موجود هناك ان شاء الله.